قبلان على سرعة 144، الخط خشن، اسمعوا صوت العزل الخارجي والداخلي. الفكرة عبارة عن مشاركة، ولا السيارة هذه خلاص ما عاد في منها جديد، بس يعني كذا فجأة كذا قلت يعني أنا دائما أصور سيارات التجارب وزي كذا، خليني أدلعكم وأخلي ملاك السونات ينبسطون يعيشون جو معايا، واللي مو معاه سوناتا حياكم، اليوم أنت عايشين معايا كأنكم مسافرين معايا، يلا إيش تبون أكثر من كذا؟ بإذن الله التصوير شغال لين نوصل البيت بإذن الله، فلوق سفر بالسوسو. طبعا هذه القائمة تبع شاشة الوكالة، فيها الخريطة وكل شيء. طبعا أنا التحديث اللي معايا 2017، حدثت في الوكالة ب 1200 ريال مع الخريطة وكل شيء. إيش الفرق عن التحديث الموجود حاليا اللي أنا وفرت لكم أنتم؟ الفرق إنه أول شيء إذا سيارتك ما في تحديث كار بلاي، يعني إذا سيارتك ما في كار بلاي أنصحك إنك تسوي التحديث هذا. إذا سيارتك فيها كار بلاي ما أنصحك تحدث، ليش تخسر على الفاضي؟ من المميزات الجديدة اللي انضافت للتحديث الجديد للأسف ما عندي أنا، فالتحديث هذا ما بالمميزات اللي حذكرها الآن، المميزات هذه موجودة في التحديث 2019 اللي جالس أوفر لكم الآن. أول شيء عندنا قائمة الاتصال، حلو، تقدر تسوون إخفاق خصوصية، تحسين جودة الصوت. طبعا النظام الصوتي عندنا إنفينيتي بثمان سماعات، ما شاء الله صوت ولا أروع، خمس سنوات ما عانيت أي إشكالية، في بعضهم واجهوا مشكلات ما أدري إيش الإشكالية، آسف ممكن في إزعاج لأن الطريق هنا مرة خشن، الطريق هذا مرة قديم، هذا الطريق جديد، الآن الطريق قديم. المهم لما أضغط الزر هنا أنا عندي شاشة سوداء صح؟ لا، بتجيكم ساعة الجينيسيس، الراديو صار أصفر. التحديث هذا ما له علاقة باليوتيوب، يعني ما في يوتيوب، تبغون يوتيوب ميوزك لازم تسوي ايش؟ اشتراك. شوفوا مطلوب الاشتراك في يوتيوب ميوزك بريميوم. تدرون انا سيارتي كاني توي اكتشف، في بعض الاشياء والله ما استخدمها. شوف هنا وظيفة المفتاح، ما ادري هذا انتم تستخدموه ولا لا، اللي هي اللي هنا. تمام، انتم بتكبرون الخريطة تصغرون من هنا. الشاشة هذه فيها مميزات كثيرة والله، بس على طول اشبك قبل كاربلو وخلاص. طيب خلينا اجرب لكم الحركة هذه. شوف من هنا من الفرار حق الراديو تقلب كأنه فارة، يا سلام كذا أقرب شيء، بس الاستجابة ما هي سلسة يعني بطيئة شوي. افتح جوجل ماب، ايش رايكم بالله؟ الموديل 2016 2015 الدفعة الثانية 2017 ما في اوامر صوتية، هنا مو في عندكم رد ورفض المكالمات، علق على زر رد المكالمات بتشتغل معاكم الاوامر الصوتية. بالله كيف اضبطكم ولا لا؟ شغل اي اغنية. من جد يعني كل الاشياء اللي استمع لها من ايش؟ من اليوتيوب. افتح تطبيق البودكاست، يا سلام. افتح الواتساب، ثانية واحدة سماع غير المطلوبة لإنشاء رسالة جديدة. رسالة جديدة، سأحتاج إلى الوصول إلى بيانات وإنشاء القيام بذلك، من المطلوب إرسالها إلي. اليوتيوبر أبو نهال، ماذا تريد أن تقول؟ السلام عليكم، أنا في الطريق متجه إلى ينبع، إن شاء الله أوصل الساعة 3:30 صباحا. ها هي رسالتك إلى اليوم، أبو نهاد بإيدي جديد والمحتوى يقول السلام.
عليكم أن في الطريق لتحكم إلى يقوم إن شاء الله أوصل الثلاثون صباحا. هل أنت جاهز للأرسال؟ أرسل. حسنا، تم الإرسال. الله بالفعل جاتني الرسالة بدون أخطاء كمان. والله منورين أصدقاء بنيال، الله يعطيهم العافية. أبويا لا تخليني أصدق. طيب جمعنا كل الموديلات هذه 18 واللي قدامي 12 او 13. للاسف المسكين اعطيته كشحت له بالعالي، قلت له ترى في سعر قدام، بس مسكين دعس قدامي اكل سعر. الله يدي، بس صبر شويه بس الله يعوض خير ان شاء الله. والله حسيت فيه الحمد لله على كل حال. تكايا موديل 2016 و17 و18 و15 الدفعة الثانية. صراحة يعني التكاية تميز فيها انها متحرك، يعني يديك تقدم كذا دقة دقتين بعدين ترجع اخر شيء، ف يعني شيء مرة مريح. يعني انت مثلا من النوع اللي تحب ان التكاية تكون متقدمة، عادي براحتك تقدر تتحكم. فالحمد لله الموديل اللي معايا حتى التصميم كذا يعني فيه ابداع، يعني فيه قطعه بلاستيكيه في النص، يعني شكل حلو، حتى الازيره نفس الحركه. بس الموديلات الجديده لغوا الفكره هذه، ما ادري ليش. طبعا انا زي ما انتم عارفين ضايف المخده اللي على التكايات سواء الاماميه او الخلفيه، والحمد لله قلبت الموضوع مشروع لكثره الطلب والاسئله على هذه المخدات. والحمد لله يعني في اقبال حلو على الموضوع، خاصة ملاك ازيرة 2021 الله يعطيهم العافية ويبارك لهم فيما رزقهم ان شاء الله. لان المساند هذه جات من الوكالة بالفئة اللي اعلى شيء، بس للاسف هنا عندنا في السعودية الفئة اللي جات عندنا ما جات فيها المساند هذه، فحبيت انا يعني اكمل لهم الميزة هذه. والحمد لله يا رب لك الحمد، يعني كل الناس اللي اخذوا المخدات هذه يا رب لك الحمد مدحوا. يعني انا جالس اروج لمنتج انتم بتستفيدوا منه ان شاء الله باذن الله. المنتج هذا كراحه ومنظر، يعني اول شيء انت تضيف لمسه فخامه، وغير كده راحه خاصه في خطوط السفر. والله العظيم جربوا وتشوف بنفسكم. عند السلامه. ايش بك شطحت كده؟ ها؟ انا قلت شكل الرجال حشران يدور حمام. لا مقفل؟ بالله عليك الله يعينك. انت ما انت من ينبع؟ لا يا رجل. ها؟ يا ما عمل هنا؟ الله يوفقك. اتشرفت فيك حبيب قلبي. اي خدمه لك؟ في امان الله. هذا معايا في الخط، انا على بالي من هالينبا طلع من مكه. الله منورين والله، الله يعطيكم العافيه. طيب انتوا كنتوا معايا لما عبيت بنزين، طبعا عبيت من محطه نفط في شارع التحليه، والان بعبي من المحطه المعتاده. طبعا عاده في تجارب السيارات عاده انا اعبي البنزين من اخر محطه في جده قبل تفتيش جده، وبعدين اعبي من المحطه اللي بعبي الان. حلو، بس المره هذه خلاص عبيتها من شارع التحليه يعني وسط جده، والان بعبي هنا. طبعا انا سيارتي بحكم استخدامي على حسب دعسه رجلي صد ورد تانكي واحد ما شاء الله تبارك الله، يعني اعبي بنزين من اقرب محطه لبيتي، اطلع جده اخلص بعض المشاوير البسيطه وارجع بيتي بنزين تانكي فل ولسه باقي شويه، الا اذا في هواء قوي ولا شيء زي كذا اوصل البيت تولع اللمبه حق البنزين. طبعا التكييف دائما حطه على 19.5 عشان ايش ما تضغطون على الكمبروسر، يعني يصير الكمبروسر يفصل ويشتغل وياخذ راحته.
27 ريال، وعدد اللترات 27.55، سعر اللتر 98 هللة. فلا تعتمدوا على السعر وإنما اعتمدوا على عدد اللترات، لأن الأسعار متغيرة وفي تسعيرات جديدة كل شهر زي ما أنتم عارفين. فالسعر استهلكت 27.55، يعني 27.5 لتر. السيارة قديش هتمشينا؟ 730 كيلو متر بالبنزين الموجود. الرقم هذا على حسب دعستك، تبغى السيارة تمشيك مسافة أطول خليك حنين وكذا، أنت مستفيد بنزين، مستفيد أقل خرابات للسيارة وكل شيء، فبالمحافظة بتدوم عليك النعمة بإذن الله. فكذا خلاص تقريبا أنا خلاص قربت من البيت الآن. أتمنى الفلوق نال إعجابكم، وأهم من كذا أنكم استفدتوا من الفلوق. صراحة يعني في السفر الواحد يحب يفضفض، فحبيت أفيدكم وتستفيدوا من الفلوق. أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما في أمان الله.